ايه الاخبار؟ انا بيستي من شانل بيستيايزيشن، والنهارده نلعب لعبه من اللعب اللي انا كنت مستنيها بفارغ الصبر، وهي بول بوي. لو تفتكروا احنا لعبنا الديمو مع بعض، ودلوقتي ليه لحظه. ايوه انا اسف، لان الفكره ان انا كنت بسجل اللعبه بس لسبب ما الشاشه كانت سودا خالص، فاضطريت العب من الاول تاني، بس مش هنلعب كتير ما تقلقوش. فاحنا دلوقتي هنبدا اللعبه من الاول، ندوس كده ونبدا من الاول، واحنا عايشين جوه لمبه والشمس او القمر عباره عن لمبه. و ايه تاني لمبه هنا؟ هو كل حاجه لمبه في اللعبه يعني عامه. واحنا بنتفرج على التلفزيون، وواضح ان جدي كان فارس وقابل فرخة كبيرة وقتلها وأكلها. أنا ما خدتش بالي من الكلام ده المرة اللي فاتت. طب كويس أنا عرفت من الأول. ماشي، وماله؟ جده نام. قبل ما أكمل بس أحب أقول إن الفيديو هيبقى حوالي 5 دقايق تقريبا، إحنا عايزين نروح سرير. الفيديو هيبقى حوالي 5 دقايق، وهنزل حلقة كل يوم ويوم. أنا آسف جدا على الموضوع ده، هو غالبا أصلا نزلت فيديوهات الفترة اللي فاتت كل يوم ويوم، بس ده بسبب انشغالي جدا. وموضوع ال5 دقايق ده لاني يعني مش عارف اقول لكم ايه، بس يعني المهم ده التلفزيون. في 3 قنوات عندنا في التلفزيون ده. اول قناه قناه الفضاء عباره عن المشهد ده، وبعدين المشهد ده، خليكم جاهزين للمشهد الجاي ده عشان خطير جدا، وبعدين المشهد ده، وبعدين رجعنا تاني للمشهد ده. انا مش عارف ايه اللي بيحصل بصراحه، انا ما اتفرجتش اكتر من كده يعني. انا مش عارف هل هيحصل حاجه تاني ولا هو موسيقى الصوت اتغير بس. لا نفس الكلام، وده البتاع برضه اللي اتكرر، وده الفيديو اللي انت هتموته بعد 7 ايام لو اتفرجت عليه. فانصحكم تغمضوا عينيكم دلوقتي. انا قلت انصحكم بالقاف دلوقتي. انصحكم. طيب ده طريقه على فيلم ذا رينج، او يعني مش عارف اسمها طريقه ولا اسمها ايه، بس اوكي. ولو دوسنا على الزرار ده عشان نفتح التلفزيون، فاحنا نشيل الفيشة ونطلع من هنا. جميل، دلوقتي ندوس على ناخد الجلاف ده، بس احنا طافيين التلفزيون. ايه الغباء اللي انا فيه ده؟ ليه؟ لا استنى اشغل لهم التلفزيون، والله اشغل لكم التلفزيون واوريكم. ما ينفعش كده. حط الفيشة. الفيشة دي فيشة مصري على فكرة يعني، فاعتقد ان الكلام ده حصل في مصر في مكان ما. هي مكان مش في انجلترا ومش في امريكا، ممكن في اوروبا. المهم ايه سوبر ماريو. بس نروح طافيين التلفزيون تاني عشان مش عايز اتفرج على فيلم ذا رينج ده. بام بام بام، شكرا. هدوء تام. جميل بوبي، ونروح لجده حبيبنا، ونطلع سنان جده حبيبنا اللي شنبه طار من وشه. انتوا واخدين بالكم ان جده لمبة جاز، واحنا اعتقد لمبة عادية. احنا ايه؟ ما اعرفش احنا ايه بصراحة، بس جده لمبة جاز، فدي حاجة جميلة جدا يعني، في كرياتيفيتي. ماشي، ودلوقتي هنخش نروح. تعالى حبيبي تعالى بابا، روح هنا. الباب مفتوح لبره بس احنا فتحناه لجوه يعني، يعني اعجاز. وده البوبي بتاعنا، والبوبي بتاعنا جربان وبيطير، وما اعتقدش ان هو بوبي اساسا. انا مش عارف هو ايه، هو شكله كلب بس انا ما اعرفش هو عباره عن ايه. المهم احنا رايحين للسرير دلوقتي، هننام ونرتاح ونبسط، نبقى مبسوطين وفرحانين وجميلين. و دلوقتي ده المشهد اللي احنا بدأنا بيه الديمو اللي احنا لعبناه مع بعض. ف السواد او الظلام داخل علينا، داخل على جده، وهيعمل ايه في جده معرفش. هو غالبا اكله او شفطه او حاجه يعني، معرفش، لان ما بانش بصراحه. معرفش هو ليه كان متضايق من جده اساسا. وده احنا الطفل اللي بالرياله ده اللي عنده خدود بيكاتشو، وصحينا من النوم. واحنا هنقفل الفيديو ده هنا لان
هنبدا في ليفل جديده يعتبر. يعني احنا هنحاول احتمال كل فيديو يكون عباره عن مشهد او حته احنا فيها. فانا في الفيديو هنا اشوفكم الفيديو الجاي من لعبه بولد بوي بعد بكره. اشوفكم الفيديو الجاي وسلام.